أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات اليقين. استمع واقرأ، تدبر، تيقن. كلما أعلن الله تعالى عن ذاته في القرآن الكريم بصيغ المتكلم، الكلمات باللون الأحمر، أو خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بصيغ المخاطب، الكلمات باللون الأخضر. في سورة نوح قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا في سورة الجن. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لأسقيناهم. وقال تعالى: لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. لنفتنهم. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل. وقال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل. وقال تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل. في سورة المزمل. وقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قم الليل، انقص، زد، ورتل. وقال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك. وقال تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لك واذكر ربك وتبتل فاتخذه. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر واهجرهم. وقال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وذرني ومهلهم لدينا. وقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ف
فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا، أرسلنا فأخذناه. وقال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ربك تقوم معك، في سورة المدثر وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. ذرني خلقت وجعلت ومهدت أزيد. وقال تعالى: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. لآياتنا سأرهقه. وقال تعالى: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. سأصليه وما أدراك. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما جعلنا ربك
في سورة القيامة. وقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم ولا أقسم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نجمع نسوي. وقال تعالى: إلى ربك يومئذ المستقر. ربك. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لا تحرك لسانك لتعجل، علينا قرأناه فاتبع، علينا في سورة الإنسان. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقنا نبتليه فجعلناه. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هديناه. وقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعتدنا. وقال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. رأيتهم. وقال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. رأيت. رأيت. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك. وقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر ربك ولا تطع. وقال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر ربك فاسجد وسبحه. وقال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا شئنا بدلنا. في سورة المرسلات. وقال تعالى: ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. وما أدراك. وقال تعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. نهلك نتبعهم نفعل.
وقال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. نخلقكم فجعلناه فقدرنا. وقال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. نجعل وجعلنا وأسقيناكم. وقال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. جمعناكم فكيدون. وقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا نجزي